السلام عليكم أزول، بونجور. نتمنى تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الوجبة اللي سريعة وخفيفة، اللي هي اللحم بالخضرة. نبدأ المقادير. عندي واحد الفلفلة حلوة حمراء، عندي واحد البصلة، عندي واحد الفلفلة خضراء حتى هي حلوة، ولا كنتو كتاكلو الحارة تقدروا ديروها حارة. عندي 3 تاع بطاطات، عندي شويه ديال المعدنوس، عندي هنا 300 غرام تاع اللحم البقري قطعتها مرصوبات صغار، عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، عندي هنا شويه تاع الكمون وشويه تاع البابريكا، عندي هنا 3 تاع المعالق كبار ديال زيت الزيتون، عندي هنا 2 دروسه ديال الثومه وشويه ديال سكنجبير، عندي شويه تاع الملح، راس معلقه ديال الملح وراس معلقه ديال الابزار. نبداو الطريقه. كما كتشوفوا كنقطع الخضره على هذا الشكل الطويل، البصله والفلافل بجوج، الخضراء والحمراء والبطاطا كنقطعهم هكا طوال. من بعد كندوزوا للطريقه. كنبداو الطريقه على بركه الله. كنديروا القطع انا كتسخن وكنديروا فيها هذيك الزيت ديالنا، ديريكت هما كندير اللحم. كندير اللحم ديالي واحد البابا ما كتبانش، واحد 5 تاع الصحاح حتى كتبدا غير تحمر ليا من الجناب ديالي. كما كتشوفوا بعد 5 دقائق بين ما تحمرات ليا داك اللحم شويه، كنزيد ليه هذيك المعلقه الكبيره تاع الزبده صافي، كندوبها شويه في هذا اللحم. وكنزيد البصله ديالي كامله، وكنزيد شويه تاع سكنجبير والثومه اللي حكيت هنا. صافي هنا كنقص عليه اللحم في الاول، كنخليها 5 دقائق حتى كتحمر شويه وكتحسي بها بدات كتحمر من الجناب. صافي كندير هذه البصله هكا نحركها شويه معها، ومن بعد كنزيد الفلافل اللي عندي الحمراء والخضراء، ولا عندكم حتى الصفراء اللي كان عندكم. على هذا الشكل نبدا نحركها ونخليها تقلى مزيان هذه الخضره مع اللحم، تقلى مزيان مع اللحم ونرجع من بعد نرجعوا باش نديروا بطاطا ونديروا العطريه. من بعد ما كتبدا الخضره كطيب لينا هذيك البصله والفلافل، كنزيدوا الكمون وشويه تاع البابريكا وشويه تاع التحميره والملح وشويه تاع الابزار. انا نخلي شويه تاع الابزار باش نديرو فوق البطاطا باش شويه الملح. صافي كنبدا نحركو شويه وندير عليه البطاطا، ندير عليه البطاطا ديالي وكنغطيها وكنقاصي ونخليه يطيب شويه على المهل حتى كطيب لينا البطاطا غير بداك الصهد ديال 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 البطاطا ديالي. ما نحتاجوش نديرو لا ما لا حتى حاجه، غادي طيب غير بداك الصهد غير كنغطيو، الا عندكم شي جميله كتغطى احسن. كنزيد شويه تاع داك الابزار والملح اللي خليت في الاخر، نزيد عليها من الفوق صافي، كنغطي عليها وكنخليها حتى كنحس بديك البطاطا طابت تمسه، كنلقاها طابت غير داك الصهد ديال الخضره، ومن بعد نوريكم التقديم. كما كتشوفوا كانت هذه هي الوصفه اللي درنا اونصومبل ديال الخضره باللحم، هكا كتكون كتجي زوينه، تقدروا تقدموها لوليداتكم هكا وصحيه. والمهم نتمنى تعجبكم، والى عجبتكم شاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم،
وشكرا لكم على المتابعة ديالكم. حتى الوصفة الجديدة إن شاء الله.